جماعه معلش جماعه معلش نرجع تاني بالنسبة للصوت ممكن شوي صوت اذا ممكن بس شوي صوت واو هذا اللي تبع الباسبور نصه هذا ما تحرك ولا نار ولا نار ولا لو حركنا الكتوبه هو بده الكتوبه هو اشوف هو بده يصور لك معك عن الزلمه خلي يصور اولاد هو بقلبه حركه شوف الكتوبه شوف الكتوبه بسم الله سم رايتنج اور سمثينج انا هذا محرم دفيا هذا كله فسفور شيء فسفور شوفوا ولا عدوها ما تسيني ايش بيدك مسكوش بيدك وين وقع هذا وين وقع في البيت انت جايز معلش يا جماعه بالراحه as you can see الفتره وي كان just take some photos from here هذا حرايق الدار هذا حطه هنا محمد that was inside the house اذا ممكن بس تحطه في السياره من ورا وين ايش سم محمد هيدر And guys, the Zanana thing, I think it's scary. I really think that we should try to go. Yes, I'm going to take a sample. I'm going to take a sample. Eva, come here. Yes. What happened? Did you just move it? He just moved it. Sorry? This is from 3 days ago, huh? This is the third day or fourth day? What? The third day. It's very strong, huh? Yes. So I'm standing in the dust, and it's really like. Alberto, when he put some water, I can imagine how. Alberto, okay, good water. You see? Oh, do it again, huh? Hold on. Put just sweet mai, sweet. Okay. Put mai. Put. Aywa, just. Aywa, you see? Put some more. Yes. Well, now it's gone. Huh? No, it's not. It's still burning. It's still burning. That's something. You can see it from inside. Yep. يسلم الله يرضى عليك يا سيدي ان شاء الله يعوضك خير ايوه في حاجه في ميه مش كتبنا لكم ولا غير الله يخليك يا سيدي الله يخليك ولو ايوه بس شوي بس لحظه خش ميه لا 15 يوم خبزت المره عشان تغرف الصابونه وين احطها معلش غسل كمان مره غسل كمان مره خلي غسل مرتين ثلاثه هذا مواد سامه المواد محرمة of course it's legal I'm sure it's legal
بيك. ماتشيلو ماتشيلوية إيزايليانا. Quanto sangue tiene Tomà Israel per fermarsi? شاطرين بس تستوروا، فزعونا فزعونا من عزبة عبد ربه. قوات الاحتلال؟ ايه؟ قولي يا قوات الاحتلال. الاحتلال الاحتلال ذبحنا، هي احنا شردنا من الدور، ذبحونا في القنابل وفي المدافع وفي الطيارات، موتونا، حنوا علينا يا جانب انتوا، حنوا حنوا يا مجنون. بس يعني احنا طالعين من الاساس وفي المدارس احنا لقيت مخليين، بس بدنا نروح نتحمم ونغير وعينا. يعني جينا على عبيد بعد ما نتحمم. نعم نعم. في اي مدرسه؟ يطلع معنا. طب في حدا تصوب هون او في ولد عمره 3 سنين استشهد. آدم مأمون الكردي، الولد مستشفى. آدم مأمون قديش عمره تقريبا؟ 3 سنوات. هاي الناس زي كل واحد بدور في بيته. هذا بيت أخوي، طابقين فيه 4 شقق. بيت أهلك؟ أخوي. This is his brother's house. بس إن شاء الله ما صار شيء. And this is another his other brother's house. So. هذا بيتي أنا. كانت في الدار في عجائز هناك كبار من تبع اللي عاصوا الهجرة الأولى في المدرسة. في المدرسة. طب مثلا ايش شايفين وجهة نظرهم بالنسبة للوضع، انه مثلا تهجوا كمان مرة، يعتبر هذا انه بتحس انه استرجاع للذاكرة عندهم؟ بالضبط، تحس انه وجهة نظرهم. واحنا في المدرسة بنحكي بنقول كانوا يخرفونا هيك هيك، الان احنا عايشين الوضع نفسه. اصعب كمان من الهجرة الاولى. الهجرة الاولى ما كانوش يعني دمروا الناس هيك، على احنا الدمار الناس على روسيا بتنزل القذائف. This is the bicycle of the 3-year-old kid who was killed here. In the other houses, in the other two houses. But they brought the things here, as you can see, because they have destroyed. They are trying just to save things. I mean, so, you know. تفضل. يعني الدمار اللي هان يعني عطي حقه. أكيد أكيد أكيد. So, as you can see, rockets, as you can see, bullets. Vests, you know, armored vests, maps. These are maps, I think, military maps that you can see. Yeah, and I think this is some kind of, I don't know. Yeah, and again, like the father of the 5 girls, this is the tank of the 3-year-old son. This is the tank. أنا بدي أخذ شوي. أول شيء يعني عظم الله أجاكم، يعني مش عارف الواحد شو يحكي يعني في اللي صار، وإن شاء الله يعطيك الصحة وتشوفيها كبير وصارت عوزه هالقد.
Please tell us which number do you want, which number of the killer, of the killings, of these people to stop this fighting. Tell us the number. How much, how many people you want to be killed here in this country? Please. You have to say anything. You have to say anything. You have to say anything. Tell them which number. I know you are not a principal. You are not responsible for this, but you have to say something for Bush. For the UN, you have to say something. Tell us the number that you, that should be killed here. I know you are not responsible for this, but you have to say something. You have to speak. He's trying to say that. I know, but like, what a question. You have to say something. You have to say anything. يا عمي بلاش تسمع شوي. أنا والله فاهم عليك. هم هي فاهمة علي. بلاش تفهم علي هي كمان. فاهمة. هم عارفين هم بحاولوا قدر المستطاع. إحنا جايين هون مشان نقول لهم إيش صار. إحنا جايين هون مشان نصور نقول لهم إنه هاي ناس آمنين. راح على مؤسسة دولية المفروض. You say this is a school. This is Norway. You are in school. This. What are they? What were they doing yesterday? They were playing children like this. What were they doing? الله عليه 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 الله ع
هات العصايه يا حاج. ما احنا بدنا العصايه بلاش بدنا العصايه نحطها في التزيين دول. اه خد خد الشريط ثلاثه على كسر ثلاثه على محمد لان عندنا سياره احنا برا صور 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 هنا اعمل شوي اوكي نادي بدك شو تناديهم Let's go to the wall. Go to the wall. Or stay here. Stay here. Stay here. كويس. هنا أمان. القنص بس في مربع واحد اللي مكشوف له القناصة بس. لا تصور. إيش تصور؟ روح اسرح قدام. أيوة. And that's dangerous, by the way. كنا دبابة هديك اللي ورا محمد. أنت إيش بدك في الدبابة يا زلمة؟ إحنا بدنا نوقف نصور في الدبابة؟ مجانين إحنا؟ هلا اسرح شوفوا عند الشارع هاد. هاي في زلمة بمشي هناك وعلى طول لف. لأنه هاي الجامعة الإسلامية. اسرح قدام، روح قدام، خليك ماشي في الشارع طوالي. ما فيش توقف عند شوارع بدنا نقعد نتفرج فيها دبابة ولا دبابة، ما بستناش على طول بده ضربة بيجي بالأجر. جامعة بش 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 بش. Yes, they are not going to attack all these ambulances. What iPhone? Muhammad, they are not going to attack all these ambulances. Okay. No. Okay. Thank you. الخشب حيولع هذا خلي جرافة عمي مخزن كامل انت وين ضحك جرافة شالت البوية هذا قذف صار قذف طيران في سوريا هذا قذف قذائف فسفورية هذا فسفور اللي هذا كل انضرب فسفوري هذا في عندنا احنا ورشة قطع الغيار وكاوشوك وهنا أدوية اللي بيشتغل هذا أدوية قالوا لنا كمان هذا الطحين تم عزله خلاص أكبر غلطة أكبر غلطة أكبر غلطة غلطة شنيعة إجرام هذا طحين اللي هناك اللي طحين وأدوية كله نيلة طحين وأدوية إيش طحين وباس طحين وأدوية والحمات وحرمات هذا بالعادة اللي هذا صوت إيش الجوع هذا مخازن وكالة المكان تبع آه بالعادة اللي لا عادي أجي من برا أجي من برا كله أجي هنا خلاص كفي هذا هو الموزع خلاص هذا الموزع لكل غزة هذا كل من بيت حنون لرفح هذا المركزية أنا المركزي طب هلا هذا تقريبا كم عائل وكم واحد يعني كم بني آدم بطعمه هذا الشوة كل الشعب الفلسطيني Yeah.
You want me to say something? Yeah, what's your opinion about this? This is a disaster. And this is the result of of direct firing into our compound. And all the thousands of tons of aid that is going up in smoke here, not to talk about the damage. I mean, it's just a disaster. And it's another reason why this conflict needed to stop yesterday. It needed to stop before it even started. Thank you. Repeat that, please. I just want to see how the international community is going to react after this on the United Nations. So this money from the international community and the United Nations for the Palestinian people, people are paying money to bring food to people in the Gaza Strip, and the Israelis are, you know, are blowing things up here with reason or without any reason. I don't really think that they have any kind of reason to do that. But I think that from now on, I'm not going to blame Israel. I'm going to blame the international community, because there are laws that you have put, and Israelis are breaking these laws all the time, and you are not doing anything. So I don't really think that we are going to blame Israel any anymore, because that's useless. I think I'm just going to blame the international community. So this is the warehouses of one of the biggest or the main international organization in the whole world, and Israelis don't give a shit about that. اخواننا لا اخرين ايش فيه بصور وكسوم غصاب قطبي بسيط والله.